الوايت ماتر اوف ذا سباينال كورد اللي هو ده، كل ده الوايت ماتر اوف ذا سباينال كورد، دولت اللي هم عبارة عن انت بطول السباينال كورد. الجزء ده بيعمل حاجة اسمه انتير وايت كولوم، ده بطول السباينال كورد دول بيعملوا لي لاترال وايت كولوم، بطول السباينال كورد دول بيعملوا لي دورسال او بوستير وايت كولوم. يبقى ده انتير وايت كولوم وده لاترال وايت كولوم وده بوستير وايت كولوم. طب دول فيهم ايه؟ قال لك هنا اول حاجه دول فيهم حاجه الفايبرز اللي طالعه من السباينال كورد وراحه للبرين، كده طالعه من السباينال كورد وراحه للبرين، دول بيسميهم اسندنج تراكتس. وفي فايبرز نازله من البرين وراحه للسباينال كورد هنا، يبقى دول بيسموهم ايه؟ ديسندنج تراكتس. يبقى الكولومز الوايت كولومز دي او الوايت ماتر دي فيها مايلينيتد نيرف فايبرز اللي هي بنسميها تراكتس. يبقى انا عندي الحته دي كلها فيها تراكتس. ايه التراكتس دي؟ دي مايلينيتد نيرف فايبرز، يا اما تبتدي من السباينال كورد وتروح البرين، ودي بيسموها ascending tracts اللي بتبتدي من السباينال كورد وتروح البرين اسمها ascending. طيب والascending tracts دي ربنا عاملها ليه؟ قال لك دي عشان ايه اللي يطلع من السباينال كورد ويوصل للبرين؟ ده السنسيشنز، الاحساسات. عشان كده سموا الascending tracts sensory tracts. اما في فايبرز تانية تبتدي من البرين تنزل على السباينال كورد، فايبرز اللي تبتدي من على البرين وتبتدي وتنزل على السباينال كورد اللي هم المجموعه دي، دول اسمهم ديسندنج تراكتس او موتور ايه تراكتس. يبقى الوايت ماتر اوف ذا سباينال كورد كونتين تراكتس، والتراكتس دي يا اما اسندنج ودي بتبقى سنسوري، يا اما ديسندنج ودي بتبقى ايه موتور. في شويه تراكتس لازقه في الجراي ماتر دي، اتبعوها التراكتس اللي لازقه في الجراي ماتر دي، لازقه في الخلايا دي، دي ما بتكملش لحد البرين، دي بطول السباينال كورد بس، بس ما بتكملش فوق لحد البرين. فالتراكتس اللي تبقى لازقه في السباينال كورد وما تطلعش للبرين دي بيسموها شورت تراكتس. اما التراكتس اللي بتطلع للبرين او تنزل من البرين دي اسمها لونج تراكتس. واللونج تراكتس في منها اسندنج اللي هو سنسوري، في منها descending اللي هي اسمها ايه؟ motor tracts.